السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذا زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. أهلا. سلام. سلام. مرحبا بك. بارك الله فيك. ياك ما عاد فقتي من النعاس غيتا؟ ياك ما عاد فقتي من النعاس؟ لا لا فايق قبيله، غير الصوت ديالي هكذا داير التليفون. وياك انت لاباس؟ ناشطه بخير الحمد لله، حنا ناشطين فرحانين بك. الحمد لله ربي يخليك، نهار كبير هذا اللي قبضت لي الخط. وحنا سعداء بسماع صوتك، يلا قول لي مرحبا بك، شنو سؤالك وحنا في الخدمه؟ السؤال ديالي هو على التشققات الدوليه، حالات في الحليه الرجليه. واحد لاكوش شغليضه ديال يعني كما كنقولوا رجلي ولاو قاصحين. نعم. دابا بغيت غير نوصل باش نعيد ليهم راه يبليو فيهم حيويه. هادشي ان شاء الله هادشي ساهل، وغادي نعطيوك عليه واحد الوصفه يعني فعاله، وكاينه واحد الوصفه مضمونه ديال دكتور عماد. كاينه شي حاجه اخرى؟ وي بغيت نسول دكتور عماد على واحد البذره ديال القطونه، واش هي امنه في الاستهلاك ولا لا؟ القطونه البذره ديالها، اذا بذره القطونه هي واش هي الزرقطونه اللي كنقولوا لها حنايا بالدارجه؟ لا كتشبه عليها ولكن ماشي هي هذيك، غير هي اختي هذه المواد هذه علاش بغيتي تستعمليها؟ وانا سمعت عليها لان السيليوم كتحتوي على ماده السيليوم. وعندي انا مشكل ديال الدقات في البطن ديالي، وبغيت نعرف واش هي امنه للاستعمال وطريقه الاستعمال ديالها. فماده تلقاها؟ نعم، ماده السيلينيوم. مادة السيلينيوم. سيليوم. سيليوم. ماشي سيلينيوم. سيليوم. 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 دونك بالبي. واخا. شوف البسيليوم، مادة البسيليوم كيمكن نلقاوها في البسباس. كيمكن تلقايها في القزبور. كيمكن تلقايها في المواد اللي كتكون فيها اللون أخضر. تفهمنا؟ اما حبات القطون او اي حاجه من هذه المواد الخارجيه غير هذه المساله نتفاهموا عليها، الله يجازيكم بخير. كاينين بعض الناس كيروجوا امور في الانترنت، كاينين بعض الناس اللي كيروجوا امور عشوائيه، علاش؟ غير باش يبيعوا. اذا مثلا فوت ما نلقى مواد اللي قريبه ليا، ومواد اللي امنه، ومواد اللي كنستعملها في المطبخ ديالي، ومواد اللي ما يمكنلهاش تضر الصحه ديالي، كنمشي كنقلب على مواد. علاش؟ لان كيعطيوها اسماء مشرقيه، لان حنا كنعرفوا ان الناس ديال المشرق عندهم واحد الكفاءه كبيره في هذا المجال هذا ديال الاعشاب. كذلك كيعطيو اسماء يعني غريبه، علاش؟ باش يخليو البنادم يقتنع. فاختي انا كننصحك ان هذه الحبه ديال القطون او اي حبه اخرى او اي ماده اخرى الا تستعملات بطريقه عشوائيه، وخاصه هذو اللي فيهم المواد الحاره، راه كيمشيو لينا للكبده وكيمشيو لينا للكلاوي. اذا ردوا البال هذه الامور هذه. علاش بغيتي تستعملي هذه الماده غيتا؟ هي كيقولوا بانها كتنقي بحال كدير فيدونج للجهاز الهضمي ولا الانبوب ديال الكولون. نعم اختي. نعم. دونك انت دابا عندك دوك الدقات ديال القلب في البوط ديالك، يعني بومزوي اللي كنقولوا حنا بومزوي. نعم اختي. اذا غادي نديروا وصفه بسيطه، وصفه اللي كنعطي دائما واللي جربوها الاخوات وكيشهدوا يعني يعني بانها وصفه امنه. تفهمنا؟ اذا غتاخذي الوصفه، هادو كلهم مواد شنو فيهم؟ فيهم الكولاجين الطبيعي، فيهم مواد اللي كتساعد المناعه ديال الجهاز الهضمي باش تطلع، ومواد اللي غادي تساعد لك عمليه الهضم بطريقه سليمه، وتخلي المصران ديالك يمتص المواد اللي غتنفعك بطريقه سليمه. اذا الوصفه ها هي، غادي تاخذي، انا نعطيك هذه في الاول ومن بعد غنعطي الوصفه ديال تشققات الاقدام. اذا خذي الوصفه عندك، وياخذوها الاخوات اللي عندهم بومزوي واللي عندهم عندهم الجهاز الهضمي ديالهم ما كيخدمش مزيان. خذي الخروب، النافع، النبق، والباديان. ساهلين اربعه ديال المواد، ناخذ الخروب، النافع، النبق، الباديان، نص رابعه من كل ماده، ديال نص رابعه من كل حاجه، تطحنيهم على يديك، يعني تطحنوا على يديكم، تغرب لهم في الغربال الرقيق هذاك الغربال ديال الحنه، وديرهم في واحد القريعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، وخبيهم في الماريو. غتوليو تاخذوا معلقه صغيره من هذا الخليط، تخلطوها في نص كاس ديال الماء يكون سخون وطيب وطلق السبوله ديالو. 10 ديال الدقائق اختي تلقى هذا الخليط، نصفيوه
في واحد الكويس وكنشربوه نص ساعه بعد الفطور بعد الغداء بعد العشاء، وعلى الاقل كتستعملوها مده ديال شهرين. بغيتوا تبقاو مستعملين هذه ما ما فيهاش خطر، وان شاء الله في الشهر الاول كتحسوا بالراحه ديالكم. واش هذه الوصفه غادي تصلح ايضا للسهام سوما اللي كتبات لي على صفحه الفيسبوك الرسميه الاصليه سن الزعيم اصوات، عندها الاعصاب في المعده والامعاء وكتبغي مساعده من عندنا، واش غتصلح لها؟ اكيد غتصلح لها اختي سناء. واش غتصلح كذلك لسعاد الشهبي اللي بغات وصفه لانتفاخ البطن بسبب الغازات وقالت لك راهم قتلوها؟ نعم غتصلح لهذه الوصفه، لان الناس اللي كيعانيو من لي غاز بشكل عام. اكيد، لان هاد ربعه ديال المواد اللي جمعنا كتعالج الجهاز الهضمي، اذا من الفوق يعني من المعده حتى المصارن ديالنا، اذا هذه الوصفه غادي تصلح لها ان شاء الله. وهكذا كاع الناس اللي عندهم بومزوي الاعصاب في الامعاء او المعده غادي يستعملوا هذه الوصفه هذه امنه، وغادي ان شاء الله يلقاو عليها راحتهم. شحال الوقت قلنا يستعملوها؟ غادي يستعملوها مده ديال شهرين ويكملوا. ديما معكم على راديو اصوات مستمعاتنا، مرحبا بكل اسئلتكم في هذه الساعه الثانيه. مواصلين لقاء وكيرافقنا دكتور عماد رئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه اميمه معنا من مراكش. صباح النور اميمه. الو اهلا، مرحبا بك اميمه. اميمه الو سنة. اهلا مرحبا بك. حاب نطرح واحد السؤال. مرحبا مباشره، احنا معك تفضلي. عرفتك انا مشيت لدنيا وفي واحد السباب وكاين بقعة سوداء في البصر ديالي. شحال في عمرك يا أميمة؟ 15 عام. واخا بشرة دهنة وحب شباب 15 سنة، هو السن ديال حب شباب مزيان. نعم. كديري شي حاجة لحب شباب؟ لا. ديري شي بومادة ولا شي كريمة واقية من الشمس؟ لا ما كنديرهاش. واخا قولي يا أميمة، ما كتبقايش تلعبي في ذاك الحبيبات بصبعانك بيديك؟ بعض المرات ماشي بزاف. ايوا شنو هي بعض المرات؟ شي جوج المرات في النار. ما كتبقايش تحفري فيهم، ما كتبقايش يعني تقشريهم؟ لا. اذا اختي اميمه، بالنسبه لك بالنسبه لكاع الاخوات اللي في هذا السن هذا، ضروري بدا في الاول من يبدا يبان حب الشباب ياك، ما فيها باس نمشي نديروا واحد التحليله ديال الدم، تشوفوا الهرمونات ديالنا كي دايرين، حيت ما فيها باس. اي اخت في يعني في السن ديال المراهقه وتوصل لسن المراهقه، ما فيها باس نمشيو نديروا واحد التحليله ديال الهرمونات، تشوفوا الهرمونات ديالنا كيفاش جايين، كيفاش، واش ناقصين زايدين، فهذا الشيء غادي يعاونكم حتى في الحياه ديالكم ان شاء الله. اذا منين غيكونوا الهرمونات ما عندناش فيهم شي خلل، متوازنين، الامور بخير. اذا هنا كنقترح عليكم هذه الوصفه، هذه الوصفه غادي تكون لك ولكاع الاخوات سواء المراهقات او الاخوات اللي فاتوا هذه الفتره هذه، اللي عندهم الحبوب وعندهم الاثار ديال الحبوب. اذا الوصفه شنو غادي نستعملوا فيها؟ غادي تستعملوا فيها الزيت ديال الزعتر، الزيت الطبيعي ديال الزعتر، زيت اللوز الحلو، والماده اللي غنزيدوا عليها مهمه اللي هي البطاطا. اذا البطاطا كناخذوها بالقشور ديالها، كتغسلوها مزيان من داك التراب اللي كيكون فيها، واحد البطاطا متوسطه كتحكوها بالقشور ديالها وكتخويو عليها 5 ديال المعالق كبار ديال زيت الزعتر و 6 ديال المعالق كبار ديال زيت اللوز الحلو. غتخلطوا هادشي كامل، غادي ديروه يدفى فوق البوطه، يعني ماشي في حمام مريم، مباشره فوق العافيه، واحد شويه يدفى واحد المده ديال 5 دقائق. من بعد هذا الخليط هذا شنو كديروا ليه؟ كتسناوه يبرد شويه وكتصفيه بواحد الزيف ديال حياتي او بالفاصمه الطايبه اللي كتكون في الصيدليات، اذا كيتصفى حتى كتخرج لينا غير الزيت. وهذيك الزيت غتوليو كتدهنوا بها البلايص اللي عندكم فيها الحبوب والاثار ديال الحبوب بواحد المساج ديال خمسة ديال الدقائق، وغادي تخليوها 25 دقيقه، هي نص ساعه، ما تزيدوا عليها ما تنقصوا، ومن بعد كتغسلوه. العمليه غادي ديروها نهاريه نهار لا كل ليله، وغادي تداوموا عليها مده ديال 4 شهور، وان شاء الله في الشهر الاول كيولي كيطفى الحبوب وكذلك حتى الاثار كتولي كتبات. تهلا فراسك اميمه، تحيه كبيره لكم بمراكش. معنا مريم من الدار البيضاء. اهلا مريم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كدير اختي لاباس؟ الله يبارك فيك. كدير دكتور؟ الحمد لله. شنو سؤالك يا مريم؟ مرحبا.
اختي عرفتك انا كنت نعاني بزاف من عندي الجلده ديال شعري كنحكها بزاف واحد الدرجه ما كتصورش يعني في الحمام ما نقولش كنديرها بالمشطه وفي الايام العاديه هذاك الزين ماشي بالنهار دابا انا كنصبر ولكن في اختي كنبقى نحك بالفاري حتى كنصبح يعني كل يد فاري عامرين يعني بغيت شي بغيت اختي شي حاجه يقولها لي الطبيب واخا واخا اختي مرحبا نسولك نسولك هاد الحكايه هذه فوقاش جاتك تقريبا اخويا لا هي دابا انايا ماشي ماشي مرض فيا ولا شي حاجه غير انا كنبدا نحك الجلده ديال شعري عندي جلده ديال ما نقولكش اخويا في الحمام اش كنبدا نحك بالمشطه رقيقه ما نقولكش نعم اسمح شحال هذه وانا في دابا انت جاوبني على السؤال ديالي باش نلقى معك الحل حيت في الاسئله شي مرات كنسول شي اسئله وشي مرات كنسول شي اسئله غريبه ولكن نتوما كيبان لكم غريبه ولكن في هذه الاسئله غادي نلقاو الحل انت المده نعطيني مده طيب واحد المده واحد اخويا راه شحال هذه راه اكثر من 10 سنين وهاد القضيه 10 سنين واخا 10 سنين قال لك انا وانا كنحكي بعد تفهمنا الحاله الصحيه ديالك ما كتعاني حتى شي مرض ما فيك لا سكر لا كوليسترول لا والو الحمد لله هاد الحكايه هادي وجاتك مورا ما استعملتي شي ماده كيميائيه للشعر ديالك ماده ديالك شي ماده كيميائيه شي صباغه كنتي استعملتيها ولا شي ترطيبه للشعر ديالك لا هذه قبل بلا صباغه بلا والو دابا عاد وليت تقول كندير صباغه مي قبل بلا صباغه كان شعري كنحك الجلده ديال شعري نعم اذا هذا غادي تكون نوع من الحساسيه اللي خفيفه ديال الشعر اذا بالنسبه لك بالنسبه لكاع الاخوات اللي عندهم هذه الحكه في الشعر ديالهم وحنا غادي نزيدوا هذه الوصفه غادي نديروها حتى بالنسبه للاخوات اللي عندهم القشره واللي عندهم البشره ملي كتحك فيها فطريات او فيها طبيح حومه اذا غناخذوا هذه الوصفه هذه اذا هذه الوصفه غنسميوها مضاده للحساسيه ديال فروه الراس ومضاده للفطريات ومضاده للقشره شنو غادي ناخذوا فيها غادي تاخذوا فيها الزيت ديال غناخذوا الزيت ديال الفلفل اللي كناخذوه من الصيدليات او شي بالصيدليات كناخذوا زيت نوار الشمس وكناخذوا زيت مرد الدوش اذا نعاود زيت الفلفل زيت نوار الشمس وزيت مرد الدوش معلقه كبيره من كل زيت كندهنوا بها كنخلطوا هذا الخليط وكندهنوا بها الجلده ديال شعرنا وشعرنا كنخليوها مده ديال ساعه وكنغسلوها العمليه جوج المرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور ان شاء الله في الشهر الاول كتولي كتهمد هاد الحريق وكيهمد هاد الحكه هادي بالنسبه للسيدات اللي بحال هكا كتجيهم الحكه واش هاد الحكه تقدر تكون عندها علاقه بشي عصبيه مثلا السيده الا تتمر مشي فتره ديال التوتر او شي فتره ديال العيا ما عرفتش واش مازال معنا على مريم مازال معنا مريم واش في هاد الايام الاخيره مثلا كاينه شي عصبيه ولا كاين شي توتر ولكن ايضا شي عيا واش كتحسي براسك متعوبه قلت لك من شحال هادي انا اللي جبدت راسي فهمتي يا دكتور استاذه انا اللي جبدت راسي ما تقولي ليش استاذه قولي لي سناء قولي لي اختي سناء فهمتي حنا ما بيناتناش انا اللي جبدت اختي راسي وانا اللي كنحك تنحك اختي بزاف انا اللي جبدت راسي صراحه كان شعري غادي عادي انا اللي كيجيب لي الله راني غادي نقي شعري وداك الشيء بديت كنحك حتى ولات ديك القضيه دابا ملي كنمشي للحمام كنبقى نحك اختي بزاف بالمشطه كنحك بزاف غير هو نعم اختي غير هو نقول لك واحد الحاجه راه كاينه واحد المساله اخرى نهضروا عليها اشنو هي ما تبقايش تردي بالك معاه لا سي فري فهمتي حيت ملي كنردو فيكساسيون كنركزو على واحد الحاجه عاد كتزيد تكثر اكيد حيت هذا غادي تدخلي في واحد الوسواس وغادخلي في امور اخرى لان انت ملي غتردي بالك معاه راه ضروري انك غادي تحسي بالحكه ان غير شي حاجه تدوز على راسك اصلا هو براسو ملي غادي غتبقاي تدخلي له ديك الفكره ان فيه الحكه راه هو غادي يبقى يجيب لك الحكه لان حنا كنسميو هذا يعني كنسميو في الطب كيتسمى ليفي بسيكوموتور يعني الجانب النفسي هو اللي كيولي كيأثر. سي فغي دكتور بغيت نسولك عافاك واش خصني ندير نخلطهم ندير كل معلقه كبيره من كل زيت نخلطهم كاملين نديرهم خليط. نعم اختي ديري خليط وغديري ماسك دهني به جلده شعرك وشعرك مده ديال ساعه وغتغسليها ان شاء الله غادي يكون خير باذن الله. ونقدر نسول واحد السؤال عاوتاني. واخا يلا اختي. خويا لاطراس بقات لي
فيا الحبوب في وجهي. نعم. يعني انا بقات لي لاطراس، كان فيا الحبوب شحال هذه وهذاك، ولكن ما كانش فيه بزاف. انا درت واحد التصرف بقات فيا لاطراس، زعما ما نقدرش اخويا ندير، وكان نمشي عند الطبيبه ديال هذاك غير هي لاطراس، انا ما بغيتش ندير داك الشيء بلازير. واخا انا نتفاهموا دابا، قولي لي التصرف شنو درتي؟ شنو درتي لوجهك باش بقى الاثر باش الاخوات يستافدوا؟ تصفيات البشره. انا خويا ما نكذبش عليك، حب الشباب انا ما صبرت، ملي كنت باقا صغيره ما صبرت، يعني حب الشباب كان غادي يبرى ليا. واخا انا درت واحد، بديت كنمشي لجستيسيسيان بيديهم وداك الشيء، الحبوب فيا وكيصاوبوا لي بيديهم، يعني بقى داك الشيء بقى. خويا نورمالمون كنحب الشباب غادي يسالي لي. فهمتك اختي. غير هو شوف باش نوقفوا على واحد المساله، باش ما نقيسوا حتى واحد وما نهضروا على حتى واحد، فليجستيسيسيان فتبارك الله راه كاينين الناس في المستوى وكاينين الناس في الدومين اللي كيديروا الامور ديالهم كما يجب. اذا الانسان مازال كنقول منين غادي نمشيو المحلات ديال التجميل، محلات اللي كنصايبوا كنبغيو نتهلاو في البشره ديالنا، نقلبوا على ناس في المستوى ونقلبوا على ناس اللي عندهم دبلومات، ناس اللي في هذا المجال هذا وناس اللي مرخصين من وزاره الصحه، تفاهمنا؟ او الوزاره المعنيه، لان الحمد لله احنا الوزارات ديالنا ما كيمكن يعطيو لشي واحد شي رخصه حتى كيكون قاد بها. اذن هذه باش نسدوا هذا القوس هذا، ماشي مشكل. دابا انا عطيتك ماسك فيه بزاف ديال الزيوت، عطينا وصفه ديال الحبوب والاثار، ولكن باش ما نكثرش عليك، باش ما نعطيكش قوه ديال الزيوت، ها انت يا اختي غتاخذي زيت السالميه. اذا زيت السالميه فيها مضادات يعني البقع، فيها المضادات ديال الاثار، وكترجع الحيويه ديال البشره. اذا زيت السالميه بوحدها كناخذوها كندهنوها في الليل على البشره ديالنا في البلاصه اللي عندنا فيها البقع، كندير واحد المساج شويه باش كتدخل ديك الزيت، وكنباتوا بها يوميا، وكنبقاو مستمرين في الاستعمال ديالها حتى كنحسوا ان البشره ديالنا صفات وما بقاش فيها البقع واللون ديالها ولا موحد. وتهلا فراسك. غادي ناخذوا الان معنا على الخط سناء من ناظور. اهلا سناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اختي سناء كبيره، واخيرا اخيرا شد الخط. كبيرة اختي لاباس عليك؟ اللهم لك الحمد، مزيان الحمد لله. الله يرحم والديكم. عندي شي اسئلة. مرحبا. ممكن الاخ عماد. واخا تفضل. مرحبا كل فرحة اختي. مريم، وخاصة انه انا مازال عندي اسئلة خصني نطرحها. الله يرحم والديك. الاخ عماد السلام عليكم. وعليكم السلام اختي، الله يبارك فيك. مرحبا. بالنسبة لهذا الماسك اللي عطيتي للاخت على الشعر، انا عندي في الجدر ديال شعري عندي بحال كنحك تايانا وعندي الحزاز، واش ممكن؟ قالوا لي الحزاز غير الناس، ما مشيتش للطبيب صراحة واش نديرها ممكن ولا لا؟ واخا ديري هذه الوصفة ماشي مشكل، ولكن سمعيني، ولكن سمعيني ضروري تمشي عند الطبيب، تفهمنا؟ عافاك حيدوا منكم هذه العادة ديال قالوا لي صافي، نتفاهموا، نديروها من هذا النهار هذا، نديروها الاخوات حنا كاملين، يلا اللي كتسمعوني نحيدوا هذه العاده ديال قالوا لي. راه شوف، لا غير باش نتفاهموا انا وياك، راه تبارك الله الطبيب ديال الجلد الاختصاصي ديال الجلد راه 7 سنين في 5 سنين، راه 12 عام ديال القرايه، حتى كيولي كيدخل في العمق ديال الجلد. علاش قلت لك هذه الهضره هذه؟ لان باش الحزازه مثلا داك الشكل ديال الحزازه، وانا غادي انا دابا ملي نقول لك واحد الحاجه تبقاي كتشوفي، راه 70 مرض كيعطينا الشكل ديال الحزازه، 70 مرض جلدي كيعطينا داك الشكل ديال الحزازه. اذا والطبيب ملي كيشوف داك الشكل ديال الحزازه هو كيعرف اش من مرض وكيعرف الدواء اللي غادي يعطي له. صافي تفاهمنا؟ اذا خاصه هاد الامور هذه، وخاصه الاخوات، حيت نتوما علاش عندكم البشره رهيفه، عندكم الدات ديالكم حساسه بزاف، إذن أي حاجة غريبة في ذاتكم فأنا كنصحكم بعدا أول حاجة نشوفوا اختصاصي باش نقطعوا هذا المرض أو نقطعوا هذا المشكل اللي كيكون من الجدر ديالو ونتهناو منه. صافي تفهمنا أختي؟ هانتي ديري الوصفة، استعمليها واحد المدة ديال 3 السيمانات، تفهمنا؟ شفتي راسك أن داك الشيء باقي كما هو، فتمشي أختي عند اختصاصي في الجلد وغادي يشوفها والأمور غادي تولي بخير. تفهمنا؟ الله يرحم والديك. الله يبارك فيك. سؤال اخر. مرحبا. بنتي عندها 7 سنين وكدير لي ريحه العرق. اها. وهاد الزيوت اللي كتعطي وهاد لي ماسك وداك، واش ممكن انني نستعملهم؟ على العلم انني حامله دابا، يلاه كملت 4 شهور داخله الخمسه، يعني نستعملهم اي حاجه كنسمحها لعندك كنستعملها انايا قبل، واش ممكن انني نستعملها؟ ما كاين حتى شي مشكل. شوفي، اي حاجه كنستعملوها على برا ما كنشربوهاش في فتره الحمل او الرضاعه، ديروها بطريقه امنه ما تخافوش منها. اذا سواء الحمام سواء دهنوا زيوت تحت الابط ديالنا ما كاينش مشكل. اما الامور اللي كتشرب هي اللي كنقول واش هي تاخذها المراه الحامل ولا ما تاخذهاش، تفهمنا؟ سأحرك الرجلين مع الانتفاخ ديال البطن. نعم.
حرق رجلين وانتفاخ البطن الله يرحم والدي. نعم، اذا انت الحرق ديال رجلين، حرق ديال رجلين غنديروا هذا الحمام وغادي ناخذوا فيه معلقه كبيره ديال اوراق الكاليبتيس. معلقه كبيره ديال اوراق القرقاع ومعلقه كبيره ديال الخزامه. إذا معلقة كبيرة من أوراق الكاليبتوس، أوراق القرقع، أوراق الخزامة، غادي تطبخوهم في فيترو ديال الماء حتى يطبخ مزيان ويعقد، نصفيو هذاك الماء، غتوليو تاخذوا كاس صغير من هذا الخليط وتخلطوه في واحد البانيو صغير، أو فين غديروا رجليكم بالماء يكون سخون طايب ونخلطوا مع هذا الخليط، وغادي غديروا فيه رجليكم درجة الحرارة اللي غتستحملوها، هذا من جهة. بالنسبة كاينين أسئلة، الأخوات اللي عندهم البطن منتفخ، واللي عندهم زيادة في بعض المناطق، إذا باش نقصوا هاد باش نعاونوا غادي نديروا هاد الماساج، غادي تاخذوا فيه زيت الذره، زيت الورد وزيت البومبلوموس، زيت الذره، زيت الورد، زيت البومبلوموس، معلقه كبيره من كل زيت، غادي ديروا بها ماساج ديال 10 ديال الدقائق وتخليوها 50 دقيقه هي ساعه. العمليه غديروها 3 مرات في اسبوع وتداوموا عليها مده ديال 3 شهور. عندنا اسئله على تصفيات الوجه من جروح قديمه، الاثار ديال جروح قديمه بحالها بحال الاثار ديال الحبوب، تصفيه البشره ديال الوجه، شنو تستعمل السيده؟ فغادي نعطيو الوصفه اللي كنعطي دائما بحال فاتي بحال مجموعه الاخوات اللي سولوني هذا السؤال على صفحه الفيسبوك، شنو نقولوا لهم؟ اذا غنديروا هذه الوصفه سيكاتريزونت، يعني غتحيد لنا الاثار ديال الحبوب اللي كنعطي دائما وكتعطي الحمد لله عطات نجاح. اذا غادي ناخذوا 3 المعالق كبار ديال العسل الحر، معلقه صغيره ديال الغذاء ملكه النحل، ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. 3 المعالق كبار ديال العسل الحر، معلقه صغيره ديال الغذاء ملكه النحل، ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. غادي نخلطوهم مزيان في حمام مريم حتى يتخلطوا، نخليوه يبرد، وهذيك شكل الكريمه اللي عندنا داك العسل كنديروا به مساج 10 ديال الدقائق في البلاصه اللي عندنا فيها الاثار ديال السيكاتريس، كنخليوه 30 دقيقه نص ساعه، كنخليوه هي ساعه قلتولوت في كل شيء، ومن بعد كنغسلوه يوميا بالليل، كنداوموا عليه مده ديال 3 شهور الا كانت سيكاتريس خفيفه. كانت قديمه فكنمشيو حتى 6 شهور في الاستعمال ديال هذه الوصفه، وان شاء الله في الشهرين كتولي كتبهات البلاصه ديال السيكاتريس، ومع الوقت كتولي كتحيد. زهره كتسولنا على حليب الصوجا، واش مزيان لزياده الوزن، وشي وصفه لتفتيح الابطين واليدين. وكذلك الاخت منى كتسولنا على زبده الكاريتي عندها، واش مزيانه لتبييض البشره، هي بغات وصفه لتبييض البشره. نبداو بتبييض البشره. نعم دكتور عماد. اذا تبييض البشره غنديروا هذا الكريم هذا اللي غيستعملوا الاخوات، وهذا الكريم كيمكن لنا كيما نستعملوه في النهار ولا نستعملوه في الليل ماشي مشكل. هذا واش تيصلح غير البشره ديال الوجه ولا يصلح ايضا لتفتيح مثلا الابطين واليدين؟ غادي نستعملوه للجسم كامل. البشره ديال الوجه والبشره ديال الجسم. الجسم وغادي ندخلوا فيه زبده الكاريتي حيت هي اللي غتعطينا لا باز دو كريم. اذا غادي ناخذوا زيت الكركم. غناخذوا زيت الكركم هي زيت الويل دو كركوما. كركوما. زيت الكركم، زيت الخزامه، وزيت التنميه اللي هضرت عليها قبيله اللي عندها القوه ديال التبييض. اذا هادو كاملين غناخذوا منهم معلقه صغيره، وغنزيدوا معاهم 5 المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. هادشي كامل غذوبوه في حمام مريم باش تذوب لنا ديك الزبده الكاريتي، ويتخلطوا لنا هاد الزيوت مع بعضياتهم حتى كيتخلطوا. كتخويهم في واحد البواطه ديال الكريم، ديروهم يبرد في الثلاجه، غتولي عندكم واحد الكريمه. ديك الكريمه كدهنوا بها اي منطقه بغيتو ديروا لها التبييض، وهاد الكريمه كدهنوها حتى لجوج ديال المرات في اليوم ماشي مشكل، وكداوموا عليها دائما وكتستعملوها ما كتقطعوهاش نهائيا، تكون عندكم يا اما ككريم يومي او كريم ليلي، وداوموا عليها ان شاء الله وتعطيكم نتيجه. منى دائما على صفحه الفيسبوك رسمي الاسئله سناء زعيم اصوات، بغات وصفه للثه كضرها واللحم بدا كيهرب لها على الاسنان. نعم، اذا غادي ناخذوا زعتر، قرفه، اليزير، اوراق الزيتون. اذا الزعتر كتاخذوا معلقه كبيره، القرفه عويد صغير، اليزير معلقه صغيره، اوراق الزيتون كتاخذوا 20 ورق. هادشي كامل كطحنوه حتى كيتطحن كيولي غبره. هذيك الغبره كتاخذوا معلقه صغيره ديالها وكتطبخوها في كاس صغير ديال الماء حتى كيتطبخ مزيان. ومن بعد ملي كتحكوا الاسنان ديالكم، هذاك الكاس الصغير كتشلوا به فمكم النهار كامل، اذا كاس صغير في النهار، وكداوموا عليه مده ديال شهرين.
ان شاء الله في الشهر الاول كتحسوا بالنتيجه. غيت سالي من جديده وكل الاخوات اللي عندهم مشكل ديال تشققات القدم، دابا مع الصيف البشره فعلا ديال الرجلين واليدين وخاصه ديال القدم كتنشف. نعم، فتشقق الاقدام غادي نديروا هاد الكريم اللي غادي ترجع لينا الماء اللي كيتفقد وغترجع لينا المرونه ديال البشره ديالنا باش ما تبقاش قاسحه. اذا شنو غتاخذوا فيها؟ غادي تاخذوا فيها زيت الثوم، زيت الياسمين، زيت الباديان، زيت الكوكو، وزيت او عفوا زبده الكاريت. اذا زيت الثوم نص معلقه صغيره، زيت الياسمين، زيت الباديان، وزيت الكوكو غتاخذوا معلقه كبيره من كل زيت، وزبده الكاريت غتاخذوا ربع المعالق كبار. هذا الخليط كامل غتخلطوه في حمام مريم تيتخلط مزيان وديروه يبرد في الثلاجة وتوليو هاد الكريم بعد ما تغسلو رجليكم بالصابونة ديال الحجرة وتنشفوها مزيان، غادي تدهنوا هاد الكريمة تخليوها تتنشف وما تمسحوها ما تغسلوها ما والو، تستعملوها تخليوها النهار كامل يوميا حتى ترجع القدم رجع للحالة الطبيعية، تحسوا بالمرونة وتحسوا بأن الأقدام ديالكم ولاو مرتاحين ما بقاش فيهم هاد التشققات. أم أمل كتسولنا على الوصفة للشيب اللي فيها الكاكاو الخرقوم عود والقرفة كتجمع بالقهوة طايبين فيها قشور الخيار، ما قدرتش ديرها وبغات نجاوبوها. نعم، فأظن هاد الوصفة هادي وصفة لقاتها في الإنترنت. فالشيب، الشيب خص المواد اللي كتثبت لنا الزنق اللي كيتفقد. إذا ناخذ هاد الوصفة اللي غتكون بسيطة وما غاديش تكون حتى مكلفة. إذا غناخذوا فيها القشور ديال البصلة القهويين، دوك القشره الاولانيه القهويه اللي كتكون كتفرتت، اذا القشور ديال البصله قهويين معلقه كبيره، قشور ديال الدنجال لافيسيتين اللي فيهم هذه الماده ديال الفيسيتين اللي كتثبت لنا الزنك وكترجع لنا اللمعان في الشعر. اذا القشور ديال الدنجال اللي كنقطعهم رقاق كناخذوا معلقه كبيره ديالهم، وزيت الزيتون. اذا وصفه بسيطه، اذا كاس صغير ديال زيت الزيتون كنخوي فيه معلقه كبيره ديال القشور ديال البصله القهويين وكناخذوا فيه معلقه كبيره ديال القشور ديال الدنجال مقطعين صغار. هذا الخليط كامل كتحطوه فوق العافيه حتى كتطلع الغليه الاولانيه، صفيوا هذيك الزيت، دهنوا بها الجلده ديال شعركم وشعركم خليوها مده ديال ساعه وغسلوها. العمليه غديروها جوج المرات في الاسبوع وداوموا عليها مده ديال 3 شهور، وهكا غادي نكونوا غنوقفوا الشيب باذن الله. في الشهر الاول كتبان النتيجه.